هل الكلام مع البنات بهزار حرام؟ أنت لست فاعله ليس بوقور ولا محترم ولا يجوز لهم مثل هذا. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ومن أنت يا أسامة؟ لأنت طفل صغير أو شاب فحل أو شيخ كبير أو ما شانك؟ يعني ما عمرك حتى تتكلم بمثل هذا الكلام؟ لو كنت تمزح مع الفتيات فأنت لست بفتاة، جزاك الله خيرا.